أكد محافظ تعز شوقي أحمد هائل إن تعز ستظل رائدة التنوير وطريعة التغيير وحادية ركب البناء والتغيير. ولفت المحافظ شوقي في كلمته في الاحتفال بتوزيع جائزة السعيد للعلوم والآداب في دورتها 17، لفت إلى أن جائزة السعيد أضحت محطة سنوية تؤكد صدق وإخلاص الآباء وإيمانهم بأهمية العلم والمعرفة وإدراكهم المبكر لعلاقة البحث العلمي بالتنمية وما تمثله الثقافة المدنية من أهمية مجتمعية وقيمة حضارية. من جهته أكد رئيس مجلس أمناء الجائزة رئيس المجلس الإشرافي الأعلى لمجموعة هائل سعيد أنعم الحاج علي محمد سعيد إن البحث العلمي يعد حجر الزاوية لحاضر ومستقبل اليمن، منوها بالدور الذي ينتظر المبدعين للعمل بوتيرة عالية وتحقيق الإنجازات وتحقيق الرخاء لليمنيين. إن العلم هو في الحقيقة رسالة وأمانة ومسؤولية، إن لم يحملها الإنسان كما يجب ويطلع بوظيفتها المجتمعية في الحياة ويجسد روح المسؤولية المناطة به صار العلم وبالا على صاحبه وموجبا لغضب الرحمن واستحقاق عقابه في الدنيا والآخرة. إنما يزيد في سعادتي وحضوري معكم اليوم هو أن فعالية جائزة المرحوم الوالد الحاج هائل سعيد أنعم للعلوم والآداب التي تجمعنا معا في هذا الصرح العلمي والثقافي عاما بعد آخر أضحت كمحطة سنوية للتنشيط العلمي والثقافي والمعرفي والإبداعي في البلاد، الأمر الذي له دلالته البالغة في تأكيد صدق وإخلاص الآباء في قيادة مجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركائه وعلى رأسهم الوالد العزيز علي محمد سعيد حفظه الله رئيس المجلس الإشرافي الأعلى للمجموعة والوالد المرحوم أحمد هائل سعيد طيب الله ثراه، ومدى جديتهم على إضفاء بصمة تنموية مستدامة في البيئة العلمية والثقافية والأدبية للبلاد وحرصهم المستمر على المساهمة في النهوض المجتمعي الشامل. قد حرصنا مبكرا ومنذ اليوم الأول لإعلان هذه الجائزة وفتح باب التنافس في مجالات مختلفة أن تكون رافدا محافظا حقيقيا للبحث العلمي في البلاد من خلال جعلها جائزة علمية على درجة التحكيم وربطها بهمم مقابلة التنمية بالإضافة إلى حرصنا على تجاوز الدور المباشر للجائزة في خلق التنافس وإيقاد الهمة العلمية لدى الباحثين والمختصين وأساتذة الجامعة. قرر مجلس أمناء مؤسسة سعيد للعلوم والثقافة فتح باب الترشيح لجائزة المرحوم الحاج هائل سعيد أنعم للعلوم والآداب لعام 2015 الدورة 19 لكافة الأساتذة والخبراء والباحثين والأدباء والمتخصصين في مجالات العلوم الطبيعية والأساسية والتطبيقية والتكنولوجية والتنموية والإبداعية الأدبية